شوفي إيدي قديش صاروا باردين بنتي. إيشو؟ ما رح أقدر، لا ما فيني كلياني بالمرة. لك أمي أمي وقفي شوي، ليش هيك عم تعندي مثل الأولاد؟ شو اللي صار؟ كليان قلت لك إني ما رح أقدر أعمل هيك، فيني بس أعمل أكل بالبيت وانتبه على البيت، بس شغل وما شغل ما بقدر، لا تضغطي علي كليان. اسمعي أمي، شوف ابن عمي بعته من أمريكا، سعره غالي كتير، يعني 7000 روبية. ألم ب7000 روبية معقول؟ شايف؟ قديش قلت؟ 7000 روبية؟ آه ورجيني لشوف. لك رجعي كليان، هاتي لشوف رجعي. رح أخده لو سمحت، لو سمحت ما بيصير، هات إلي. ما رح أعطيك، رجعي لي. لا 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 لا، خليني أقول لك شغلة، أنت مو بدك القلم؟ طيب خليني أحتفظ فيه، هو ب7000، بعطيك 10. ما بيصير هيك، أنا ما بدي بيعه، يلا رجعي. إيه رح أعطيك هلا أمي، أعطيه 10000، هذا القلم عجبني كتير. 10000 روبية؟ إيه أنا أعطيه؟ انتي بتعرفي انه انا ما معي مصاري، بس انا بدي هذا القلم كتير عاجبني امي. ما فيكي ما فيكي تعطي 10000 روبية مشاني؟ يعني ما فيكي تعملي هيك مشان بنتك الحلوة؟ كلياني انتي جنيتي، من وين بدي جيب كل هاي المصاري بنتي؟ اه ما معي مصاري، انا ما بطالع مصاري. عرفتي هلأ ليش انا عم نقع عليكي لا تشتغلي؟ لحتى يكون معك مصاري إلك وخاصة فيكي امي، هيك ما بتضطري تعتمدي على حدا، وخاصة لما تمرقي بوقت صعب فيكي تعملي اللي بدك اياه بمصرياتك، بتكوني شخص مستقل ومانك بحاجة حدا. اسمعني لو سمحت، أنا آسفة، أنا ماني بعزت هالقلم، بصراحة هالقلم بيناسب شخصيتك أنت وبس، وأنا مبسوطة بالقلام يلي أنا عندي إياهم. بعتذر. أمي، فوتك على الكلية شي مهم، وإنك تعملي خبز بالبيت شي تاني، لازم تعملي شي بحياتك. تعرفي؟ عندك كل المؤهلات الخاصة والمناسبة بالشغل، انت عم تبيعي ساري من سنين طويلة، لك انت سيدة أعمال عن جد. شو؟ سيدة أعمال، صدقيني عندك الموهبة، هذا الموضوع أكيد، وعمي هيك بيقول، مو بس أنا، فكري لما عمي يعرف انك عم تشتغلي شغلك الخاص أمي، وانك مرة مستقلة ومانك بحاجة حدا، قديش هو رح يكون مبسوط وقتها. وثقي فيني، انتي فيكي تشتغلي احلى شغل كمان. يلا